السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ مثل ما كنتم شايفين بالعنوان، اليوم رح نحكي عن تحضير العينات وخاصة تحضير عينات العظام. فاليوم جبت عظم الزند والكعبرة وعظم الحوض، طبعا انا جبت الجداد، يعني هسه العضلات موجودة عليهم. فقسمت طريقة التحضير لمراحل، أول مرحلة واللي هي مرحلة تنظيف العظام من العضلات، طبعا هي المرحلة أنا ما صورتها لأنه يعني بإمكان أي شخص يعملها، مو ضروري يشرحها يعني. وتاني مرحلة واللي هي مرحلة الغلي، هلا بعد ما نضفنا العظام من العضلات رح يضل شوية لحم معلق على العظام، فلهيك نحن بنقوم بغلي العظام. فأثناء الغلي بينفصل اللحم عن العظم. وتالت مرحلة واللي هي مرحلة تنظيف العظام من بقايا العضلات بعد الغلي طبعا. والمرحلة اللي بعدها واللي هي مرحلة التنشيف أو التشميس، واللي هي أنه بحط العظام على الشمس لفترة محددة لحتى أضمن أن بقايا اللحم كلها تراحل. والمرحلة اللي بعدها نقع العينات بالكحول والمعطر وماء. بعد ما ننشف العظام لفترة ساعة أو ساعتين من الكحول والمواد اللي ضفناها، طبعا رح تشوفها لقدام بالتفصيل أنا شو اشتغلت. وأخيرا بنقوم بعملية البخ واللي هي آخر مرحلة، فخلونا ننتقل لتشوفوا شو اشتغلت. أول شي منحط العينات لحتى نغليين لمدة ساعة تقريبا، وبعدها منضيف ملح وكربولا. بعد ما غليت العظام هلا حاليا رح البس هدول الكحول ورح افصل اللحم عن العظم، تمام؟ السبب انه طلعت على السطح مشان امي ما تطلعني من الوجه. هيك بعد ما نضفت العينات هيك صاروا بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. هذا عظم الزند والكعبرة وهذا هو عظم الحوض. بس عظم العجوز كان موجود هوني، بس انا حطيته بالتراب مثل ما انتم شايفين هوني، والسبب انه اللحم اللي كان عليه ما كان قادر انه يطلعه انا، فلهذا السبب حطيته بالتراب لحتى تاكل الدود. طبعا بعد هاي المرحلة بدنا نشفن لتقريبا يومين او ثلاثة لحتى اضمن انه بقايا اللحم راحت. انقع بالكحول لمدة تقريبا 48 ساعة لحتى نضمن نظافتي، بعدها بحطها بمعطر وبرجع لك بعدها. رح نرجع بعد كم يوم. ايه فيلا باي. هاي مثل ما كنتم شايفين هي النتيجة بعد 24 ساعة، عارفين بعد 24 ساعة. لاحظت شغلة انه العظام بلشت تتفسخ، ما بعرف اذا ملاحظين بس مثل هلا هون، فما بعرف اتوقع هذا الشيء كافي. فيلا خلينا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. هلا خلينا ننتقل للمرحله الثانيه بتحضير العينه. طبعا حاليا بدي اخلط ثلاث مواد مثل ما كنتم شايفين. طيب هاي المواد رح احكي لكم كل ماده والسبب لها. اول شيء هاي مثل ما كنتم شايفين هاي معطر. طيب هذا المعطر ليش انا بدي استعمله؟ مشان تروح ريحه العظم. ما راح اكثر كثير، ما راح احط كميه كبيره، راح احط كميه صغيره شوي يعني كم بخ، عرفتوا كيف؟ طبعا انا سمعت ناس بتقول انه حط ماء زهر او ماء معطر، عرفت كيف؟ لا انا رح اشتغل بغير طريقة، انا رح اخلط هذا العافية مع مي، وبهي القنينة انا حاطط فيها كحول، شوية كحول، لانه ضروري انقع بالكحول. والسبب لانه الكحول بيقتل البكتيريا وبيوض الديدان والشغلات والجراثيم اللي تكون موجودة على العظام، فهذا الشيء بيحمي من انه بعد فترة تدود العظام، عرفت كيف؟ طبعا اسا في مرحلة بعد هاي، لكن المرحلة الجاية خلص تقضى على كل شيء، واللي هي مرحلة الدهان. هلا المهم بدنا نخلط وفرجيكم شو بدنا نعمل. طبعا مثل ما انتم شايفين هي العظام. اول شغله بدي اعملها انه بدي اجيب محرمي وامسح الوسخ اللي عليها، بدي بخ عليها كحول وامسح فيها العظام. حاليا مثل ما انتم شايفين راح احطهم بهذا السطل وانقع فيه. اول شغله بدي اعمله اللي هي انه احط الكحول واخلي الكحول انه يجي على اغلب الاجزاء العظام. طيب هلا خلصنا من الكحول، هلا المرحله الثانيه واللي هي نضيف المعطر. مثل ما قلت لكم معطر لحتى تروح ريحه اللحم او العظم اللي فيه، عرفتوا كيف؟ هلا حاليا مثل ما كنتم شايفين العظام في تحته صار في كحول ومعطر، بس انا ما بدي اخلي الكحول بتركيزه الحالي هلا،
لانه بخاف ياثر بشيء على العظام، والمعطب نفس الشيء، فليك راح اخلطه بمي عادي حتى التعب بسط على خفيف، بس راح اخلطهم شوي بهذا الشكل. فانا بهذا الشكل راح اتركب منقوعات حوالي 24 ساعة او ممكن اقل، يعني انا حاليا الساعة 1 الظهر، ممكن بالليل الساعة 9 10 ارجع اتفقدي. اذا كانت النتيجة نظامية خلص بتشوفون انتقلت للمرحلة اللي بعدها. طبعا مثل ما قلت لكم المرحلة اللي بعدها هي المرحلة النهائية، واللي هي مرحلة البخ. بدي اخذ العند بخاخ مشان يبخن بلكر، ساعتها بتكون النتيجة نهائية والعظام جاهزة كعينة. طبعا اسمعوا الطرق كتير غير هاي الطريقة اللي هلا عم اتبعها، لكن حسيت انه هي اكتر طريقة في اني استعملها او اشتغلها بالبيت. فخلص رح اتركن بهذا الشكل وبرجع لكم بعد ما تنتهي مدتي. حاليا مثل ما كنتوا شايفين رجعت نشفتي، شلت من الكحول والمعطر وحطيته حتى ينشفوا منه. حاليا مثل ما كنتوا شايفين انا جدا رضيان عن النتيجة، ما كنت اتوقع انه طلع النتيجة بهذا الشكل. فحاليا ما ضلنا غير مرحلة واحدة واللي هي مرحلة الدهان، فيلا. بس هذا كان مقطعنا بشكل كامل، لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.